كل لمحة ونهبة على نموك وعلم الله. أما بعد، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك اللهم زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ارحمنا واغفر لنا وارحمنا وعلماءنا وآل بيت نبينا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة والتعليق على عشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن ما زلنا فيما يتعلق بصلاة الجماعة، وقلنا أنه لا يجوز أن يأتم قارئ بأمي. يعني الأمي في باب الصلاة المقصود هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، مش الذي لا يريد القراءة بالكتابة، لا، هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ولو معاه الدكتوراه ولو واخد جايزة نوبل. طالما لا يحسن قراءة الفاتحة عند الفقهاء اسمه أمي، واضح؟ يبقى الأمي في قراءة في كتاب الصلاة يقول لك لا يجوز صلاة القارئ خلف الأمي. الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، إنما في غير هذا الباب هو الذي لا يحسن القراءة والكتابة. وفي العصر بتاعنا والذي لا يحسن استخدام الكمبيوتر، واخد بالك، والاطلاع على النت والحاجات دي بيعتبروها نوع من الامنيه. يبقى الامنيه بتختلف باختلاف العصر، لكن عند الفقهاء في باب الصلاه الامي هو الذي لا يحسن قراءه الفاتحه. فبيقول لا يجوز من يحسن قراءه الفاتحه انه يصلي ماموما بامام لا يحسن قراءه الفاتحه. فقال لك تعريف الامي ايه؟ وهو من يخل بحرف او تشديدا من الفاتحه. واحنا اتكلمنا قال ايه؟ يخل بحرف، اي اما باسقاطه كاسقاط الواو في اياك نعبد واياك نستعين، واياك نعبد اياك نستعين، ما تحطش واو. فده برضه امي ما ينفعش لانه اسقط حرف. واما بابداله كابدال الحاء بالهاء. راجل سوداني يقول لك ايه؟ الحمد لله رب العالمين، ما ينفعش. لان خلى لك الحاء ايه؟ مش كده برضه؟ يبقى غلط. لازم نقول الحمد لله مش الحمد لله. خد بالك ازاي؟ يبقى ايه؟ ما ينفعش يبدل الحرف بحرف ولا يسقط حرف. كل ده كلام في الحروف. وذال الذين المعجمه بالدال المهمله، او يقول الذين ما ينفعش، يخلي الذين الذين، يخلي الدال دال ما ينفعش، ولا يخليها زي يقول الذين ما يطلعش الدال برضه ما ينفعش. الذين ما ينفعش، يبقى الذين يطلع لسانه فيه الذين. وابدال ضاد الضالين بالضاء المشتركه، يقول ولا الضالين بدل ولا الضالين، يقول ولا الضالين. زي بعض العراقيين يقولوا كده، لو صليت خلف بعض العراقيين تلاقيهم ايه عندهم العاده دي، تحط لك ضاء كده في وسط الضاد احيانا يخليها ضاء خالص، دي ما ينفعش بقى. ونحو ذلك. ومنه أردت، والأردت اللي هو الايه؟ اللي هو الايه؟ اللي بيدخل الحروف في بعضها. عنده عيب في النطق يعني. ده خلاص تنفع لنفسه لكن ما تصليش إمام بالناس. فهمتني؟ ومنه أردت وهو من يدغم في غير محل الإدغام مع إبدال، يعني يقول اهدنا الصراط المستقيم بدل المستقيم. يقول اهدنا الصراط المستقيم. أو ده ما ينفعش لأنه أضغم في غير موضع إبراهيم، واضح؟ قوم يا سيدنا، قوم نسمع كده. كأن يقول المتقين بإبدال السين تاء وإدغامها في التاء. وألثر، والألثر أوي اللي هو إيه؟ ألدر يعني، بنقول عليه باللغة المصرية بالرد ألدر. وهو من يبدل بلا إدغام. أي الحمد لله رب العالمين. مش في كده ألدر باليه؟ ما ينفعش يصلي بالنزل. ما ينفعش ده يصلي بالنزل. إنما لما يبقى اللزغة بتاعته خفيفة أوي. واخد بالك؟ اهدنا الصراط المستقيم، يجي الريح كده بتاعته، ريح بس مش حلو. ألدر بس ريح، لكن مش تمشي. تمشي. واخد بالك ازاي؟ وأزغ وهو من يبدل بلا إدغام. نعم لو كانت لزغته يسيرة
بأن يخرج الحق غير الباطل لم تؤثر لو لا تغسلت، يعني بسيطة كده ما يدورش. وحكى الرويان عن مقر ابن فريج، ابن فريج ده كان من علماء الكبار من أئمة الشافعية الكبار، حتى إنه قالوا عليه إنه كان يعني مجدد القرن اللي كان فيه، يعتبروه مجدد هذا القرن اللي كان موجود فيه سيدنا ابن فريج. فبيقول حكى الرويان عن مقر ابن فريج قال انتهى ابن فريج إلى هذه المسألة، يعني كان قاعد يشرح للناس المسألة دي ابن فريج وهو نفسه أزهر، نفس ابن فريج ده كان عنده لذة خفيفة كده، خدت بالك؟ فطبعا الراجل بقى معاك محرج، يقول للشيخ الصلاة وراك صحيحة عن الشيخ ولا كده، كان الشيخ نفسه اللي هو العلامة الكبير ده ألفت، فعايز يقول له الصلاة يعني خلفك صحيحة أم لا؟ يقول الصلاة خلف الألفت لا تجوز، هو عنده لبغة خفيفة، المقرب بتاعه كمان عنده لبغة خفيفة زيه، فمن كسوفه قال يجوز الصلاة خلفي، هو هيجي السؤال على نفسه مش على الشيخ، فهمت ازاي؟ قال انتهى ابن سريج الى هذه المساله فقال لا تصح امامه الالثر، وكان به لثغه يسيره، وكان لي لثغه مثله اللي هو المخرج بتاعه، فاستحييت ان اقول هل تصح امامته؟ فقلت له هل تصح امامتي؟ فقال نعم وامامتي. يبقى جاوب له على الاثنين، او تنفع امام خلفك وامام خلفي كمان، فجاوب له على الاثنين. وده ذكاء العلماء بيفهموها يا طيب. يبقى الحكايه يفهموها العلماء وهي طيب. زي ما قال الإمام مالك واحد بيقول، والإمام الشافعي كان تلميذه قاعد سمع المسألة دي، فالإمام قال الإمام مالك قبل صلاة المغرب بيسأله بيقول له قلت لامرأتي علي الطلاق أنت أحلى من القمر، كويس، أو أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر، مش فاكر السؤال بالظبط يمكن. فقال الإمام مالك قال له تطلق مش أحلى من القمر، قام إيه؟ جاء إذن المغرب، فالإمام الشافعي استأذن الإمام مالك إنه يصلي لي إيه؟ يصلي إمام، فالإمام مالك أذن له، ما كانش يحب يصلي إمام الإمام مالك أوي، كان يحب يصلي مأموم بيه. فراح الإمام الشافعي أرى إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، عايز يرد على إمامه بس مش عايز قدام الناس. من مالك بقى شعل الذكاء لأصحى على طول، فعرف ان الانسان مخلوق احلى من القمر، ده الانسان مطلق مش مرات الراجل ده كمان، ده الانسان مطلق. فلما انتهت الصلاه قال اين السائل؟ فالراجل قال له ما كانش لسه مش. قال له لا تطلق، قال الله لقد خلقنا، فهمها على طول، وعشان كده كان يقدر الامام الشافعي بن يحب الامام مالك. يبقى ايه؟ لا اما عندهم ذكاء يفهموها وهي ايه؟ وهي قبل ما تطير، انت تفهمها وهي طايره، لكن هو يفهمها قبل ما تطير. يعني ايه؟ اذكى منه. اتكلم على الحرف، يبقى لا تصح امامة الام والذي لا يحسن قراءة الفاتحة بأن يخل بحرف أو بصفة الحرف أو تشديدا. التشديد بصفة الحرف. يبقى جاب لك أو تشديدا بعد ما خلص الحرف دخل لك بصفة الحرف. كويس؟ تشديدا وهو من عطف المغاير. من عطف المغاير يعني ايه؟ يعني الحرف غير التشديده، ادي المعنى، عايز يقول لك ده عطف مغاير مش عطف، مش عطف تفسير. لان التشديده هيئه للحرف وليست بحرف، فليس العطف هنا من عطف الخاص على العام وان وقع في كلام المحشي. المحشي البرماوي قال ده عطف خاص على العام. قال التشديده تدخل في ايه؟ في الحرف. لكنها اخف. الثاني هنا بيقول لك لا، ده يعتبر عطف مغايرة لأن التشديد هيئة للحرف، فدي حاجة ثانية بيتكلم عليها غير المعنى الأولاني. والإخلال بالتشديد كتخفيف إياك، لو قال إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، ما قالش الشد، هي المفروض تشددها، قل إياك نعبد وإياك نستعين، لازم يشددها كده. فإن خففه واعتقد معناه كفر، لو قال إياك نعبد وإياك نستعين وعارف إن الإياك بمعنى الضوء بمعنى ضوء الشمس يبقى كفر. خدت بالك إزاي؟ لأنه ده خفض معناه، خففه وقصد معناه كفر. طب خففه ولم يفسد معناها بطل الصلاة لأنها غيرت المعنى.
لكن ما يرفعش بس بطل الصلاة. واضح؟ فإن خففه واعتقد معناه كفر والعياذ بالله تعالى، لأن الإياب اسم لضوء الشمس كما مر في الأركان، وكره الاقتداء بنحو تأتاء. احنا قلنا الفتحة فيها حوالي 13 شد، فتحة فيها حوالي 13 شد، بسم الله شدة الله، الرحمن شدة الرحمن، الرحيم الحمد لله رب رب الشد العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادي 11 شد، يبقى 11 شد ياخد باله منه. واخد بالك ازاي؟ بلاد ياخد شدات الفتحه كلها. عشان كده الزم الامور على كل مسلم ان يصحح قراءه الفاتحه على الشيخ. يفضل ورا الشيخ كده لحد ما يقول له يا ابني روح كده الفتحه بتاعتك صح. يفضل قاعد قدام الشيخ لحد ما الشيخ يقول له يلا اطلقنا صراحة روح الفتحه بتاعتك بقت صح، روح صلي بقى. لان هينبني عليها صلاته طول عمره بعد كده. فاهم؟ الفتحه بس دي اهم حاجه. يقعد كده يصححها على الشيخ. بيقول لك بيقول لك وكره الاقتداء بنحو تأتاء كفأفاء. كره الاقتداء بالايه؟ بالتأتاء اللي هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ده يسموه فأفاء او تأتاء. ده كره الاقتداء بيه لكن صلاته صحيحه. لو صليت خلفه صلاته صحيحه والصلاه خلفه صحيحه انها مكروه. واخد بالك؟ يبقى كره الاقتداء بنحو تأتاء كفأفاء ولاحن. ويكره ايضا الاقتداء بلاحن، يعني مغير التشكيل بما لا يغير المعنى. لو غير تشكيل في القرآن في الفتح وما غيرش المعنى يكره الاقتداء به، لكن لو غير المعنى يبقى لو لا غير تشكيل ما غيرش المعنى الحمد لله رب العالمين. ضم الهاء هي المفروض الحمد لله، أم قال الحمد لله؟ الصلاة وراه صحيحة إلا أنها مكروهة لأن ضم الهاء فيها لا تضر، لا تضر بالمعنى. واضح؟ ولاحن بما لا يغير المعنى كضم هاء الله الحمد لله رب العالمين، فلا يضر ذلك اللحن. لا تحرم على العامل العالم، لكن يحرم على العامد العالم. يبقى يكره الاقتداء باللي يلحن، يعني يشكل تشكيل يغير لا يغير المعنى، ويحرم عليه لو كان عامد وعالم. واضح؟ طيب فإن غير المعنى، لو عمل تشكيلة بقى تغير المعنى خالص، كما كأنعمت أو أنعمتي صراط الذين انعمت، انت يا الله اللي هي مفتوحه كده انعمت. كويس؟ يبقى انت بتتكلم الله تقول انعمت، انت يعني يا الله. فاللي انعم هو ربنا، انما تقول انعمت يبقى كانك انت اللي انعمت. او تقول انعمتي كانك بتكلم واحده ست. فهمت ازاي؟ يبقى كده تغير المعنى، لو ضمتها او كسرتها يبقى غيرت المعنى. يبقى كده تودينا في داهيه. تبوظ صلاتنا كلها، فهمت؟ لازم الانعمت يبقى ده لحن يغير المعنى. واضح؟ ولكن بما كان فان غير المعنى في الفاتحه كانعمت بضم او انعمت بكسر فكأمي يعتبر امي في الحاله دي، فلا يصح اقتداء القارئ به سواء امكنه التعلم ام لا، سواء حتى كان ان يمكن تعلمه او صعب تعليمه. يعني صعب بدل. واما صلاته في نفسه، طب وصلاته هو في نفسه ايه؟ اللي بيقول كده وبيقول الكلام يغير المعنى. احنا قلنا صلاته للناس ما تنفعش، لكن صلاته لنفسه وهو ما يعرفش يتعلم، فان امكنه التعلم لم تصح لتقصير. قدامه المشايخ طول النهار قاعدين وما بيقولوش شهادة فلوس، لو قاعد مع الشيخ قال له صح الفتح هيقول له دي فلوس؟ هيقول له اقعد يا ابني قول ورايا.
صح ولا لا؟ هات لي كده واحد من الجميع اللي يعرفوا قرآن في المصري في مصر وفي مصر، واقعد كده وقول له تعالى علمني الفاتحه يا عم الشيخ، مش هيقول لك اديني فلوس. لكن هات اي واحد من علماء الدنيا، تروح للدكتور يقول لك ادفع كاش، روح للمحامي يقول لك استشاره قانونيه ادفع كاش، روح لميكانيكي يقول لك انا قعدت معاك ساعتين تديني فلوس. كل الناس تطلب فلوس الا اهل القران. يبقى ايه؟ ما عندوش عذر. عارف لو قال القران بيطلبوا فلوس وهو راجل فقير، نقول يبقى معذور، امكنه التعلم الا انه لا يجد الاجره. فهمتني ازاي؟ لكن طالما امكنه التعلم لوجود اهل القران الكثيرين كويس، يبقى مقصر، وطالما قصر يبقى صلاته باطله. نقول له روح وضب نفسك. انما افرض هو عايش في غابه من الغابات، في صحراء من الصحراء، ما يعرفش حد ولا بيقابل حد، وعايش كده هو وشويه ظلامات. يلا يمكنه التعلم لانه في بلديه بعيده عن العمران. يبقى نقول له خلاص صلاتك على نفسك بقى لحد ما ربنا يكرمك كده وتقابل حد من اهل القران. خدت بالك؟ انما اللي عايش في القاهره، اللي عايش في القاهره ومش عارف ازاي يصلح الفتحه ده. انا كنت بعمل عمليه العيانه عندها 50 سنه، ام حكيمه عندنا في المستشفى، وبعمل لها بنج موجعي. فانا قعدت لما اعرف ان العيان ممكن اقول له ده الفتحه ربنا يشفيه، علشان ايه؟ ربنا يشفيه بدعوته. وفي الاخر يقول لك الدكتور شاطر، تبقى رحمه. وبيقول لك اذا اراد ان يظهر فضله عليك خلق على اليك، فاللي بيشفي ربك مش الدكتور. فانا بستغل الحكايه دي اقول للعيان، طب قال لي ايه الفتحه يا ابني قبل ما نعمل العمليه؟ ربنا يشفيك. فبتقول لي انا مش حافظ الفتحه. قلت لها دي المصيبه، عندك كام سنه؟ انت 50 سنه، الجوز بقالك كام سنه؟ 25 سنه، جوزك بيصلي يا ابني والفتوس صلي. طب وما علمتيش الفتحه؟ تقول لي يعني وانا مخي ضغطه؟ دي كانت واحده لا. واحده في مصر وعايشه في باب الخلق بينها وبين الازهر بحتتين وزنين. وجوزها بيعرف يصلي، وبنتها حكيمه معاها ايه؟ دبلوم تمريض يعني بتعرف. جبت بنتها طبعا نادتها فرح، صح؟ امي مش عارفه الفتحه وانت قاعده انت بتصلي نفس الكليه؟ اه بصلي. طب وما قلتيش امك ليه؟ شغلانه كبيره يعني. تتصور ان في مصر لحد دلوقتي الناس مش حافظين الفتحه. وربنا ينجينا يا كده. يبقى فان امكنه التعلم لم تصح. فهمت ازاي؟ والا صحت لو ما امكنوش التعلم، مش لاقي حد يعلم زي ما قلت لك كاقتداء مثله به. فان كان اللحن قد تغير الفتحه، انت عارف ان بعد الفتحه بيقرا سوره، هو بيقرا الفتحه الصح 100%، لكن يجي يقرا السوره اللي بعدها يلخبط الدنيا، يلحن لحن يلخبط الدنيا. ايه حكمها؟ السوره سنه. فهمت ازاي؟ قراءه السوره سنه. فخد بالك، فان كان اللحن في غير الفاتحه فان لم يغير المعنى لم يضر، لكن يحرم على العامد العالم ان غير معنى، ان لم يغير المعنى لحن، بس اللحن ما يغيرش المعنى. في غير الفتح لم يضر، لكن يحكم على العامل العالم كما مر، يبقى برضه مكروه، بس يكون في الفتح اشد كراهه طالما لا يغير المعنى، ولكن في غير الفاتحه يكون كراهه اخف كويس طالما لا يغير المعنى. لكن يحرم على العامل العالم، متعمد وعالم لا يحرم عليه. فاهم؟ وان غير المعنى، لو لحن لحن يغير معنى في غير الفتح، احنا في قصه الفتح دخلنا في حته ثانيه، صحصح معايا. وان غير المعنى فان كان عامدا عالما قادرا على الصواب بطلت صلاته لتلاعبه. ان لحن لحن في غير الفتح وغير المعنى وهو عامد وعالم، نقول له بطلت صلاته، مع ان دي مش ركن لتلاعبه، لانه ده عامد وعالم. فهمت ازاي؟ ولحن لحن يغير المعنى، ده تلاعب. فهمت ازاي؟ يبقى ده كله بطل الصلاة. وإن كان طيب ناسيا أو جاهلا أو عاجزا، إذا كان ناسي أو جاهل أو عاجز، يعني مش عاجز عن التعلم أو عاجزا عن الصواب، صح الصلاة والقدوة به تصح برضه مع الكراهة. مع الكراهة خد بالك. يبقى لو لحن لحن لا يغير المعنى، لا يغير المعنى، وكان ناسي بغير الفتح، وكان ناسيا او جاهلا او عاجزا عن الصواب، صحت صلاته وصحت القدوه به كمان، تصلي وراه كمان مع الكراهه. بس مع الكراهه، واضح الكلام؟
ولا يعني نور الجزء اللي انت قاعد فيه مش هتشوفه. ما تقعدش تقرا بالظبط. وينبغي لغير القادر تمر. وينبغي هنا لغير القادر تركه. ينبغي لغير القادر على التعليم التعلم في غير الفتحه ترك القراءه خالص، يقرا الفتحه خلاص ويحل محل السوره اللي هيلخبط فيها تسبيح بدل ما يقرا السوره يلخبط فيها. فهمت ازاي؟ ادي معنى وينبغي لغير القادر اي على تعلم قراءه غير الفاتحه ان كان يلحن لحن، واخد بالك؟ لا يغير المعنى او يغير المعنى ينبغي عليه تركه، ترك القراءه يعني. وكالفاتحه فيما ذكر بدلها، احنا قلنا لو مش في ايام اركان الصلاه لما قراناها وقلنا ان لو ما يقدرش على الفتحه خالص يقول بدلها ذكر يوازي حروفها. قلنا اولا يقول سبع ايات او يقول سبع ايات يقدر عليهم من اي صور اخرى، او يقول ذكري ايه يناسبها ان لم يحفظ القران. يبقى هيقول ايه؟ هيقول بدلها افرض هو مش عارف من القران خالص الا الفتحه، يجي يقرا حاجه غير الفتحه يلخبط. ونقول له خلاص اقرا الفتحه وبعد الفتحه سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر. كويس؟ لحد ما يبقى يتعلم قل هو الله احد ولا انا اعطيناك الكوثر او سوره قصيره. كويس؟ يبقى او تشديدا من الفاتحه هو قيد للمراد من الامي هنا وخرج به غيرها. خرجت حته الفتحه دي غيرها كتكبير كالتكبير والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإخلال بحرف من التكبير مع العجز عن الصواب لا يضر، اللي هو تكبيرات الإحرام وتكبيرات الانتقال والحاجات دي إذا عجز عن الصواب لا يضر في صحة ابتداء القارئ به بخلافه مع القدرة على الصواب فإنه يضر حتى لو علم به بعد فراغ الصلاة وجبت الإعادة. واما الاخلال بحرف من التشهد او مما بعده فان كان مع العجز عن الصواب لم يضر ايضا، وان كان مع القدره عليه ضر، لكن لو علم به بعد الفراغ لم تجب الاعاده في التشهد ولكن تجب الاعاده في التكبير لو علم به. ليه؟ لان التشهد سري فانا معذور ما عرفتوش الا بعد الصلاه، لكن التكبيرات جهريه فانا عرفتها وانا في الصلاه يبقى لا عذر فيها، يبقى علي الاعاده. واضح؟ وهذا هو المعتمد من كلام طويل. طبعا الشافعيه قعدوا ناشوا المساله دي مناقشات طويله بالكتب الكبيره فهو اختصرها لك يعني. في ناس قالوا يعني يجب الاعاده مطلقا، وناس قالوا لا فيها تفصيل يعني تفصيل في التكبير دون التشهد، وفي التشهد في الشهادتين دون الصلاه، او الصلاه على النبي دون الال، وقعدوا يقسموا كل حاجه ويطلعوا لك اوجه كثيره. فهو الشيخ عايز ايه؟ يختصرها لك. قال لك ده جزء الكلام طويل وده المعتمد على اي حال، انها لا تجب عليه الاعاده لو اخل بحرف من التشهد وعلم به بعد الصلاه لان التشهد سري. لكن لو اخل بحرف في التكبيرات وعلم به بعد الصلاه عليه الاعاده لان التكبيرات غالبا بتبقى جهريه فلا عذر. واضح؟ بعد كده خلص الايه؟ الحته دي المصنف ودخل في حاجه ثانيه، ثم اشار المصنف لشرط القدوه. شروط القدوة إن أنا أقتدي بإمام، إيه الشروط اللي يجب أن تتوافر بيني وبين الإمام عشان يصح إن يبقى إمامي؟ صلاة. فهمت إزاي؟ اسمها شروط القدوة. ثم أشار المصنف لشرط القدوة أي لبعضها صريحا فهو على تقدير مضاف، وما لم يذكره يؤخذ من كلامه ضمنا، وتقدم منها شرط وهو نية الاقتداء في قوله وعلى المأموم أن ينوي الائتمام. يبقى طبعا احنا قايلين ان الشرط الاولاني القدوة الاقتداء، انك انت لما تيجي تصلي تقول نويت صلاه مثلا فرض العشاء جماعه او مقتديا الله اكبر بقلبك، لو تلفظت لا بأس، لكن على الاقل بقلبك تنوي الاقتداء، لان الاقتداء ورفض صلاتك بصلاه الامام ده عمل زائد لابد ان يبقى ليه نيه، والا تبقى ربطت نفسك بلا رابط، فيبقى لازم يبقى فيها نيه، يبقى لازم يشترط نيه الاقتداء عند الشافعيه. واخد بالك؟ دي اول شرط من شروط القدوة. وقد نظمها بعضهم في قوله، خد بالك بيحبوا يعملوها شعر كده عشان الناس تحفظه.
واثق النظم وتابع واعلما افعال متبوع مكان يجمعا واحذر لخلف فاحش تاخر في موقف معنيه تحرري. يقعدوا يحفظوا نشيد كده زي الاطفال. يعني ايه؟ واثق لنظم، يعني موافقه نظم الصلاه، يبقى اول شرط في الخطوه بعد نيه الامام موافقه نظم الصلاه. واثق لنظم، يعني ما ينفعش هو بيصلي صلاه جنازه عن وراء صلاه الظهر، لان صلاه الظهر فيها ركوع وسجود وصلاه الجنازه ما فيهاش ركوع ولا سجود، مش موافقه للنظم. فاهم؟ يبقى واثق لنظم، يبقى لازم صلاه ليها نفس نظم صلاتي، دي اول حاجه. وتابع، وثاني شرط المتابعه، ان انا ابقى وراه ما اعملهاش لا اوقفه ولا اسبقه ولا اتاخر عليه تاخر فاحش، يبقى المتابعه. واعلما افعال متبوع، المتبوع اللي هو الامام هنا، ولازم كمان عشان انوي خلف امام ابقى عارف ايه حركاته وافعاله، والا انا هاتم بامام مش شايفه ولا سامع صوته، طب وانا هتابعه ازاي؟ هعرف منين رفع ولا ركع ولا فهم؟ يبقى لازم كمان ايه واعلما افعال متبوع، يبقى العلم بايه؟ الايه؟ بافعال المتبوع اللي هو الامام يعني. ده الشرط الثالث. مكان يجمعان، ويبقى في نفس المكان اللي بيجمع اللي امامك فيه، يبقى الجماعه في مكان واحد. ما يبقاش هو مثلا بيصلي الطمطم وجايبينها في التلفزيون واروح انا ناوي وراه وانا قاعد في المؤخر. يرضيك الكلام ده؟ ما اقول لك ما انا شايفه، ما هو التلفزيون مفتوح قدامي اهو، انا شايف الامام اهو وسامع كلام، لان المكان منفصل. ولا اصلي خلف المذياع. واضح؟ انا ابويا كان زمان بيصلي خلف المذياع الجمعه رحمه الله. في الفتره الايام كان جمال عبد الناصر يقبض على الناس اللي بتصلي. قعدوا فتره كده في الستينيات ايام ما قبض على الاخوان كتير. فقعد فتره كده الاقيه يصلي الجمعه في البيت، كنت انا في ليله ثانيه ابتدائي ثالثه ابتدائي. فشفت انا بيصلي كده. وانا كنت انزل اصلي مع عيل صغير في الجامعه عشان العب واصلي واطلع على يجي فارغ المصليه وفتح الراديو وقاعد يصلي الجمعه ويسمع الخطبه كلها ويصلي الجمعه. ما تنفعش الصلاه دي. لما كبرت بقى وابتديت اتعلم الدين. واخد بالك؟ هو يصلي واخد بالك؟ حتى لما كبرت انا بقيت اقول له عيد الصلوات اللي كنت بتصليها وانا صغير دي على المذياع، يقول لي لا انت صحيح مالكش دعوه. هو مهندس ما كانش ليه يعني في العديني، لكنه كان بيحب اهل البيت ويحب يصلي يحب يقرا القران، لكن ما كانش حريص على انه يتعلم يتفكر يعني التفكر التوسع. لكن كان يشتري كتب الدين بره. سبحان الله، هو اشتراها وانا اللي قريتها. هو كان يشتري بس كتب الدين ويشيلها كده، لكن ما يقراهاش. فسبحان الله، انت بتشتري حاجه ما تعرفش مين هيستفيد بيها. المهم يعني مرت الايام الطويله، شوف بقى لحد سنه 83. شوف من سنه 23 سنه. قابلت السيد عبد الناصر ديك الغماري، فقال لي انا اخويا السيد احمد الف كتاب في جواز الصلاه خلف المذياع، وخالف فيها اجماع المسلمين، وجاب ادله كثيره بجواز الصلاه خلف المذياع. قلت الحمد لله ابويا طلع على مذهب الشيخ احمد. وهو كتاب مطبوع بس نفذ طبيعته، تيجي تسال عليه دلوقتي ما تلاقيهوش. فعايزين نقول للمكتبه الصناديه في الازهر تعيد طبعه، لانه تعتبر من الطرائف الفقه، يعني يعتبر موضوع من طرائف الفقه. هو الف كتاب فعلا، وجاب ادله كثيره على جواز الصلاه خلف المذياع، لكن ما حدش وافق من اهل عقل، ولا حد اتجرأ بعديها يقول الكلام ده. لكن كان السيد احمد كان من شده علمه كان جريء، كان يقدر ايه يواجه العالم كلها ويجيب لهم اراء كده ويقعد يدللهم عليها، كان ما شاء الله يعني عنده من العلم الكبير. فالحمد لله يعني ان ربنا رحم امه النبي، واخد بالك؟ وتلاقي صعب انك انت تلاقي واحد ايه باطل على جميع الوجوه، نادر الحكايه الحقيقه. لكن الشافعيه عندهم من شروط القدوه ان الاثنين في مكان واحد، فما ينفعش الصلاه خلف المذياع، ولا ينفع الصلاه خلف ايه التلفاز، ولا ينفع الصلاه بالامام، واخد بالك؟ وهو مثلا في الجامع بتاعنا الصوره وعاملين لي ميكروفون وانا قاعد هنا وصلي معاه، لان احنا مش مكان واحد، بينا شوارع وبينا عمارات وبينا شغلانات طويله. فهمتني ازاي؟ يبقى ادي معنى كلام مكان يجمع عنه، يبقى لازم هو الاثنين في مكان واحد. واحذر لخلف فاحش، ومن شروط القدوه ان انا ما اخالفش الامام خلف فاحش، ما اسبقوش ولا ايه اتاخر عنه قوي. وهيشرح لك الخلف الفاحش يعني تاخر في موقف، ويشترك كمان الشرط الثالث التاخر في الموقف، ان انا ابقى متاخر عن الامام بحاجه بسيطه ولو بقدر طول قدم الامام.
طيب لو انا بصلي خلف مع الامام احنا لوحدنا، في ناس يقفوا يحط رجلهم جنب رجل الامام بالظبط، هي دي تصح القدوه ولكن لا ياخد ثواب ايه فضيله الجماعه، يعني ياخد ثواب منفرد عند الشافعيه لان ما فيش تميز بين الامام والماموم. يعني لو سويت رجلك برجل امامك في الشافعيه يصحح الاقتداء ولكن بلا فضيله الجماعه، ما ياخدش ايه فضيله الجماعه انها تبقى 27 ده، يبقى لازم الشافعيه يقول لك لما تيجي تصلي خلف امامك يبقى رجلك ايه صوابع عند عقب الامام. فهمت ازاي؟ صوابع عند اخر رجل الامام، تبتدي صوابع كده عشان يبقى في تميز، واخد بالك ازاي؟ وكذلك الصف اللي ورا الامام ما يزيدش بينه وبين الامام عن ثلاثه اذرع، والا يصح الاقتداء الى فضيله الجماعه. ودي ازمه في مساجد كثيره في مصر، تلاقي الامام واقف قدام قوي وبينه وبين الصف الاول مسافه قد الجبهتين من دول، واخد بالك؟ تبقى مسافه طويله. عند الشافعيه الاقتداء يصح لكن بلا فضيله الجماعه، وخد بالك رد على هذا المعنى ابن نوادر، لان ده يؤدي الى انك بتصلي جماعه صحيحه بغير تضعيف. واضح؟ خد بالك من الحته دي، وللاسف بنقول لناس كتير كده شايفين يسمعوا الكلام مني، لكن احنا في الشافعيه مصممين على هذا لان ده فعل النبي، لم يرد عن النبي مطلقا انه صلى بعيد عن المحراب اكثر من ثلاثه اذرع، ولا بين الصف الاول والامام اكثر من ثلاثه اذرع، ولا بين الصفوف اكثر من الاذرع. ده فعل الصحابه والنبي على مر العصور لحد ما جاء العصر بتاعنا، بقى يحب يعمل الصف تحت المروحه وما يهموش. بقدر السجود. الذراع 40 سم يعني متر و20. يعني بقدر السجود قد السجاده دي. قد السجاده دي، يعني لو سبت السجاده وعملت صف يبقى الصف اللي ورا السجاده دي الثاني ده على مدى الشافعي لا ياخذ التضعيف، لكن صلاته صحيحه مختلية يا جماعه. صحيح بس مع الانفراد. خد بالك من الحته دي. تدل منين ان هو ما خدش التضعيف؟ انه ان التضعيف سببه اقامه الصلاه على الوجه الاكمل، واقامه الصلاه على الوجه الاكمل ان تكون على صلاه النبي. صلوا كما رايتموني اصلي. لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ربنا قال لنا ايه؟ واقيموا الصلاه، ما قالكش وادوا الصلاه. والرسول يقول لي فان تسويه الصف من اقامه الصلاه. يبقى شوف تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، المسافة بين الصفوف من إقامة الصلاة. يبقى الأعمال الزائدة دي اللي بتعملها في الجماعة، تقارب الصفوف، تقارب الأقدام، تقارب نام لمحرابه والمأموم من إمامه بالقدر المطلوب والصفوف، ده جزء من إقامة الصلاة، كل ده ليه ثواب ثواب ثواب، يقوم يضعف يقوم يديك التضعيف. إنما لما تكثر فيه التضعيف هيدي لك الحاجات دي في الشرح عليك. والله انا بصلي هعمل ايه؟ وامر لله بقول يا رب اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، بروح مصلي خالص لكن ببقى متازم. لكن غلط، وقلنا للناس كتير ويمكن انت حضرت معايا في مسجد المقطم وقلت لهم كذا مره ينفذوا مره وبعد كده ما ينفذوش. ليه؟ اولا ده بسبب ايه؟ ان الائمه اصلا جهل للاسف، مش قاري الكتب الكبيره دي، اصل الكلام ده موجود في التفصيل، التفصيلات دي موجوده في الكتب الكبيره، هو متعود يقرا في الكتب القصيره اللي فيها مختصرات فما ينصوش على مثل هذه الاشياء. فلما تيجي تقول له هو ايه يبقى محرج منك عشان انت راجل شايف كده وراجل كبير، يقول لك حاضر يصلي معاك الصلاه دي، لكن اول ما تمشي انت الصلاه اللي بعدها بقى ترجع عليهم لعادتها الاولى. ثانيا اهل المسجد الرواد المسجد الناس الكبار هم كمان بيخلوه يمشي على ذوقهم، فهو بيبقى مستضعف لانه سنه صغير وموظف ومش عايز اهل المسجد يشتكوه، يقوم ايه يمشي على عمره. واخد بالك؟ تعال صلينا حاضر، نصلي حاضر، قول له حاضر علشان يمشي حاله، هيعمل ايه؟ ما هيشتكوا للاوقاف، الاوقاف تروح نقلاه، مش ده اللي بيحصل؟ فدي المشكله بقى بين جهل الناس وجهل الامام وخوفه على وظيفته، واخد بالك؟ وضعف الفقه والمصلين وعصبياتهم، كل ده نشأ خلى الحكايه اللي انت شايفها، فربنا ينجينا. كل الصفوف تبقى المسافات بس كل الصفوف تبقى المسافات بينها كالمسافه بين الصف الاول والامام. الاخير بقى ده اذا كان في عذر كحارس المسجد واقف جنب الاحذيه
في اخر المسجد فعمل صمت في الحراسه يبقى ياخد الثواب والتضعيف لان في غرض الحراسه لضروره عنده انتشار الوقت في الطريقات في المسائل يعمل ايه الراجل؟ ما هو لو ساب الدولاب بتاع الاحذيه وخش صلى بيرجع مش هيلاقي ولا حذاء في الدولاب كده برضه؟ يبقى اذا كان لغرض الحراسه لا بأس. بعض الناس بيعملوا كنبات ورا كده لكبار السن. عذر ده مريض مريض وان كان ياخد ثواب الصلاه لكن بلا تضعيف بقى لانه المطلوب ان هو يفترض بالايه بالكرسي بتاعه ويقعد في اطراف الصفوف. واخد بالك ازاي عشان ما تبقاش المسافات؟ انت نفسك لما تشوف الصفوف متباعده بتديك انطباع لتشتيت قلوب المتابعة. كل ما يتقارب المسلمين في الاجساد كل ما يتقاربوا في الاراء وكل ما يتقاربوا في المعنى. يعني التقارب في الحس تقارب في المعنى والاختلاف في الحس والتباعد اختلاف في المعنى. فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. مش كده برضه؟ فلازم التقارب ده في حد ذاته بيديك احساس بالدفء بالدفء الجماعه بالخشوع بعدم اتساع المسافه يخلي نظرك موضع سجودك ثم ما تنشغلش بالمسافه الواسعه. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي مره واحده وبينه وبين المحراب بتاعه اكثر من 3 أذرع. حتى لو كان في الخلاء في الغزوات كان يعمل ايه؟ كان معاه عصايه صغيره كانت اسمها العنبه يروح يظهر قدامه عشان يبقى موضع نظره ليها. شوف قد ايه يبقى. لكن عمره ما كان ليه محرابين، محراب صيفي ومحراب شتوي. يعني يصلي في الصيف ورا كده عشان الطراوه ويسيب مقدمه المسجد لما بيعملوا المساجد دلوقتي، ويجي لك في الشتاء يروح مقرب كده عشان ايه الدنيا تبقى دافئه. ما ينفعش، ما فيش محراب صيفي وشتوي عند المسلمين، المحراب واحد طول السنه صيف وشتاء. النبي لم يترك محرابه ابدا، سلامه في مسجده بيصلي الى محراب. خد بالك من الحاجات دي نقاط مهمه. واخد بالك ازاي؟ وبدا الاسلام غريبا ويعيبه غريبا كما بدا. كل ما تدخل مسجد تقول لهم الكلام ده انا بقى لي 10 سنوات لغايه دلوقتي بقيت ادخل اصلي وما بقولش. قلت يا رب انا بقى لي 10 سنين بقول وانا بقيت شيخ كبير تعبت مش هقدر بقى، فسلمت امري ليه. تقارب الصفوف، تقارب الصفوف ومراعاة المسافة بين الصفوف أولى من مراعاة انقطاع عدم انقطاع الصف بالأعمدة. ليه؟ ليه بقى يا أستاذ؟ ما هو الاثنين منهي عنهم. لكن ننظر لعلة النهي هنا وعلة النهي هنا. العمود هيقطع الصف. واخد بالك؟ فقطع الصف مكروه. واضح؟ لكن التباعد منهي عنه لانه ضد الخشوع، والخشوع ركن. فاللي يؤدي الى ضياع الركن اولى مراعاته من اللي يؤدي الى فعل المكروه وليس بركن. واضح؟ عشان نوزن المسائل. يا قدامي حاجه مكروهه وحاجه حرام. اقوم ارتكب الحرام من اجل تجنب المكروه ولا ارتكب المكروه من اجل تجنب الحرام؟ فهمتني ازاي؟ الصلاة بلا خشوع حرام. وتباعد الصفوف يؤدي إلى إيه؟ إلى عدم الخشوع، لأن الرسول أمرك إنك تنظر موضع إيه سجودك، ده أدعى للخشوع. وطول المسافة يؤدي إلى إيه؟ عدم الخشوع. واضح الكلام؟ يبقى لازم الفقيه يكون عنده الحجاب. طيب. واحذر لخلف فاحش، تأخر في موقف، يبقى لازم تتأخر عن إمامك في الموقف. واضح؟ مع نية فحرري، اللي هي نمرة 8، مع نية اللي هي نية الابتداء. مع نية فحرري، يبقى شروط القدوة 8 هم: وافق النظم وتابع واعلم افعال متبوع مكان يجمعان واحضر لخلف فاحش تأخر في موقف مع نية فحرري. يبقى 7 ايه؟ 7 ها؟ 7 ايه؟ 7 شروط. هيجيب لك الشيخ البيجوري بعد كده عليهم شروط ثانيه يوصلهم لك 11. ما يجراش حاجه هيكملهم لك بعد كده. فالاول توافق نظم صلاتيهما في الافعال، اللي هي وافق النظم. الاول هي الايه؟ اصحى يا نايم وحد النايم ومش تخش وتعالى يا استاذ. فالاول توافق نظم صلاتيهما، اللي هي وافق لنظم، وافق لنظم. في الأفعال الظاهرة، في الأفعال الظاهرة
فلا يصح الاقتداء، فلا يصح الاقتداء مع اختلافه كمكتوبة خلف كسوف والعكس. خد بالك ان صلاة الكسوف فيها ركوعين وقيامين وقراءتين، يبقى دي تخالف نظم الصلاة المعتاد. يبقى ما ينفعش انا اصلي صلاة الصبح وهي ركعتين خلف صلاة كسوف وهي ركعتين بايه؟ باربع ركوعات. ما ينفعش. هعمل انا ايه؟ طبعا ما يجي يركع ويجي يقول سمع الله لمن حمده، وبدل ما يسجد يروح قاري ثاني وقراءة ثاني. النظم مختلف في الكسوف كده، مش كده برضه؟ يبقى ما ينفعش اصلي انا مكتوبه خلف صلاه كسوف، ولا ينفع اصلي صلاه كسوف خلف مكتوبه برضه. كويس؟ فلا يصح الاقتداء مع اختلافه كمكتوبه خلف كسوف وبالعكس، او مكتوبه خلف جنازه برضه. الصلاه مكتوبه زي المغرب او الصبح او العشاء او الظهر او اي صلاه خلف صلاه جنازه ما ينفعش، لان صلاه الجنازه اربع تكبيرات لا فيها ركوع ولا سجود. مش كده؟ يبقى ما ينفعش انا وراها صلاه الظهر. او جنازه خلف كسوف برضه ما ينفعش، لاختلاف ايه؟ نظم الصلوات. وبالعكس لتعذر المتابعه فيها. نعم، خد بالك نعم دي بعد نعم يجيب لك صور حلو. ان كان الامام في القيام الثاني من الركعه الثانيه من صلاه الكسوف صحه القدس كما بحثه ابن الرفعه. ابن الرفع بقى راجل علامه كبير، قال لك احنا قلنا صلاه الكسوف دي بيركع ركوعين ويقرا قيامين، وهي ركعتين باربع ركعات واربع قيامات. ما ينفعش يصلي وراها صلاه مكتوبه لاختلاف النص، لكن افرض ان انا ادركته في القيام الثاني في الركعه الثانيه، يعني هيبقى بعد كده ركعه عاديه. ينفع الاقتداء بيه ولا لا؟ ابن الرفع قال لك ايه؟ لان خلاص اقوتك النص. يبقى لو ادركته في القيام الثاني من الركعة الثانية بصلاة الكسوف تصح الاقتداء به لموافقة النظم. كلام ابن الرفع كلام حلو ازاي؟ بخلاف صلاة الجنازة ومثلها سجدة التلاوة والشكر، فلا يصح الاقتداء بالإمام في شيء منها على المعتمد. يعني واحد يثبت سجدة الشكر، أروح أنا ناوي الاقتداء به وأصلي صلاة، طب سجدة الشكر دي لا فيها قيام ولا ركوع، ما ينفعش اقتدي. واحد قاعد يقرا قران فسجد سجدة التلاوة، ينفع عنه ورا؟ ما ينفعش، لان مخالفة للنظم. واضح؟ فلا يصح الاقتداء بالامام في شيء منها على المعتمد، ولا يضر اختلاف نية الامام والمأموم، ودي خاصة مذهب الشافعية. خد بالك. لا يضر بقى اختلاف نية الامام والمأموم طالما النظم متوافق. يعني هو بيصلي عشاء وانا بصلي وراه ظهر. تنفع النظم متوافق مع اختلاف النية. تنفع الشافعية يجيب، لأن الاثنين صلاتين ليهم نظم واحد. لا يضر ايه؟ اختلاف نية الإمام مع المأموم. يعني فيصح اقتداء المفترض بالمتنفس. يعني ممكن أصلي ايه صلاة الظهر خلف من يصلي سنة الظهر بعدي. حتى لو كان عارف إنه حتى لو عارف إنه بيصلي سنة عند الشافعية. عند الحنفية وبقية المذاهب الثلاثة لا. ولو مش عارف ما ينفعش، لازم ينوي وراه هو عارف. لكن الشافعية يجيز. يعني أنا دخلت الجامع وعايز أصلي الظهر، لقيت واحد بيصلي تحية المسجد، وأنا مش لاقي حد يصلي معاه مأموم، أو أصلي إمام بإنسان ثاني، وأنا عايز أدخل جماعة أروح أعمل إيه؟ أقف جنبه وأروح ناوي. ده الشافعية يجيزه كده. صلاة تحية المسجد نظمها مثل نظم الصلاة اللي أنا هصليها. واضح؟ وبعدين لما يجي يسلم من ركعتين وانا بصلي رباعيه ما سلمش معاه وهما الاثنين كاني مسبوق واتحلت الاذن. يبقى فيصح اقتداء المفترض بالمتنفل والمؤدي للقاضي. انا راجل بقى ايه، كنت في فتره من الفترات ربنا مثلا ايه امرضني مرض معين فكنت بصلي التيمم، وما خفيت وربنا كرمني كده بعيد الصلوات دي بالوضوء بقى، عشان انا راجل الحمد لله خفيف. كنت بصلي ايامهم ايام مرضي علشان ما كنتش قادر اروح للحنفيه ولا اتوضا ولا عندي حد يوضيني، او كان عندي موضع الوضوء في جرح او شيء من هذا، فصليت بالتيمم صلاه لحد ما فيه. بعد كده بقيت اقدر اتوضا، اقوم اعمل ايه؟ اروح عايز صلاه الشهر دي تاني بالوضوء، كل يوم اصلي شويه لحد ما اخلص صلاه الشهر. فانا بقى ايه بعمل ايه؟ اروح داخل
اصلي بالناس او مع او بالناس سواء امام او ماموم، اصلي بيهم صلاه الاداء اللي هي صلاه الوقت لوحدي، وبعدين بقوم بعد كده انا لوحدي اصلي صلاه قضاء من اللي فاتني اللي انا صليته بتيمم. يجوز بقى اللي يصلي صلاه الاداء يجي يصلي ورايا وانا بصلي قضاء، واضح؟ ويجوز ان انا اصلي قضاء خلف من يصلي اداء، ما يضرش. واضح الحته دي؟ واضحه؟ طب امال ليه بيصلي التيمم لما عارف انه هيعيد؟ يقول لك بيصلي التيمم لادراك الوقت، لادراك حرمه الوقت، عشان يبقى اداء. عشان طب وبيعيد ليه؟ لادراك الصحه. بيعيد ليه؟ لادراك الصحه. طب وبيصلي ليه؟ لتيمم وهو عيان، لحرمه الوقت، لانه يمكن يموت في مرض ده. يبقى مات في مرضه يا ابن ربه بريء. فهمت ازاي؟ وعشان كده بيقول لك فيصح اقتداء المفترض بالمتنفل والمؤدي بالقاضي. المؤدي صلاه اداء يعني بالقاضي اللي يصلي صلاه قضاء يعني مقضيه. وفي طويله بقصيره. يعني ينفع اصلي الظهر خلف من يصلي الصبح. او خلف من يصلي. واضح؟ هي دي صلاه طويله، الظهر ثلاث اربع ركعات، خلف صلاه قصيره ركعتين او ثلاث. يمكن. طب امال انا اعمل ايه في الركعه الرابعه اللي مش هجيبها؟ خلاص الامام اما يسلم ما يسلمش معاه، او انا اجيب الباقي. ينفع اصلي صلاه الظهر اربع ركعات وانا مقيم خلف من يصلي الظهر قصر وهو مسافر. هيصلي الظهر ركعتين عشان هو على قصر. وانا هصلي الظهر ومقيم اربعه واتم بيه. يوم هو لما يجي يسلم من ركعتين اروح انا قايم جايب الركعتين، مفيش مشكله. واضح الكتاب؟ وفي طويله بقصيره كظهر بصبح وبالعقول. وكل اللي فات ده بقى باعكاسه ينفع برضه. يعني ينفع ده يبقى امام وده يبقى ماموم، او ده ماموم وده امام، كل ده ينفع. سهله؟ والثاني بيصلي المؤلف اهو والمفترض المتنفل. طب يمر بالقراءه ولا لا؟ ما احنا قايلين ان المتنفل اذا كان نفل ليلا يسمى الجهر بالقراءه في النفل الليل. واذا كان النفل نهاري لا يسمى الايه؟ الجهر بالقراءه فيه. يسمى فترك الجهر في موضع الجهر صلاته صح. فهمت ازاي؟ يعني احنا لو بيصلي سنه المغرب. هو بيصلي سنة المغرب وانا هصلي ورا فرض المغرب. فهو بيصلي سنة المغرب، السنة انه يذهب في سنة المغرب لانها صلاة ليلية. لانها بتتبع الصلوات، يعني سنة الصلوات الجهرية بتتبع الصلوات الجهر. وسنن الصلوات السرية تتبع الصلاة السر. يبقى الصبح الظهر ده سري ولا مش سري؟ يبقى سنن سرية. المغرب ده جهري ولا مش جهري؟ جهري، يبقى سنن جهرية. العشاء جهري يبقى سنة العشاء بعديها جهري. التراويح جهرية. نصلي التراويح جهرية، قيام الليل جهري. واضح الكلام؟ طيب. افرض ما جهرش، صلاته صحيحة. مش حكم لأن الجهر أصلاً من هيئات الصلاة. الجهر في موضع الجهر والإصرار في موضع الإصرار من هيئات الصلاة. جه جهر في صلاة الظهر. نسي. صلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وشهد أن لا إله إلا الله. وامين وقلبها لمعة. خلاص ما يبقى صلاته صحيحة. وما عليهش سجود سهو. وما عليهش سجود سهو. خدت بالك؟ صلاته صحيحة وما عليهش. جاب صلاة العشاء قال الله أكبر وقعد يقرأ في السر كأنه بيصلي ظهر. نسي الإمام نسي. تقول له سبحان الله خلاص مفيش حاجة. قوم وصلي كده. سمعوا فيه من زمان. خلاص الصلاة ورا صحيحة واقرأ أنت الفاتحة والسورة والفاتحة ويصلي وانتهت الصلاة صحيحة. ما يجوش. فهمتني ازاي؟ واضح الكلام؟ طيب. احنا هنقرا الحته دي بس السبعه دي وكفايه علينا كده ونكمل اللي بعدين. احنا قلنا واثق النظمة وتابع نمره حاجه وتابع نمره اثنين. والثاني تبعيته لامامه بان يتاخر تحرمه عن جميع تحرم امامه. يبقى لازم شوف ما تقولش الله اكبر بتاع تكبيره الاحرام دي الا لما الامام بتاعك يقوم خلص الراء بتاع الاكبر. مش الامام بيقول الله اكبر وهو بيقول الله اكبر وانت الله اكبر من بعد. يبقى لازم نتاخر عن جميع تاخر ايه؟ تحرم امامه. بان يتاخر تحرمه عن جميع تحرم امامه والا يسبقه بعد التحرم بقى ما يسبقوش بركنين فعليين ولو غير طويلين والا يتخلف عنه بهما بلا عذر فيهما.
فإن خالف في الأول بأن تقدم تحرمه على تحرم الإمام أو قارنه فيه لم تنعقد صلاته، واضح؟ لم تنعقد صلاته. أو خالف في السبط أو التخلف بهما بالركنين بعد كده بعد تكبيرة الإحرام بلا عذر، كان هوى للسجود والإمام قائم للقراءة، يعني هو سبع الإمام، هو بيصلي خلف الإمام ضعيف بس مش سامع الإمام بيقرأ إيه، فهو قرأ وبعدين بعد ما قرأ كده لقى نفسه ركع وبعدين سمع الله الحمد وبعدين نزل يسجد، الإمام لسه مسجد، يبقى سابق الإمام أهو بركوع وسجود ركنين طويلين، لأن القيام الرفع بعد الركوع ده ركن قصير، أنت ما تسيبش تتسابق. كأن هوى للسجود والإمام قائم للقراءة، أو هوى إمام للسجود، أو الإمام نفسه هو اللي سبقه بقى وأنا اتأخرت، يعني الإمام أنا قاعد أقرأ الفتحة وصل لي الإمام ركع وبعدين ركع قال سمع الله محمد لسه أنا عايز أكمل الفتحة، وأنا قال سمع الله محمد وبعدين نزل يسجد وأنا لسه قاعد بقرأ في الفتحة، يبقى الإمام هنا سبقني، خدت بالك إزاي؟ أدي الصورة. أو هوى إمام للسجود وهو قائم للقراءة بطلت صلاته، لأننا ركنين طويلين، سبقني بركنين طويلين، خدت بالك؟ بخلاف المقارنة، لكن لو قارنه في غير التحرم في غير تكبيرة الإحرام، يعني ركع ركعت معاه، رفع رفعت معاه، مقارنة ما تضرش بس مكروه، لكن ما ياخدش ثواب الجماعة التضعيف فيما قارن الإمام فيه بس، لكن ياخذ التضعيف فيما كان بعد الإمام، واضح؟ لكن صلاته صحيحة. طب بعد إذن حضرتك لو الإمام مثلا فيه مثلا في التشهد الوسطاني شيل فيه وقال إيه؟ كتابه اللي ورا ما شافش، يعني أنا اضطريت أصلي الظهر بس، تمام؟ اللي ورا ده لمجرد العلم لمجرد ما عرف يقوم يتابع، ما عرفش ما عرفناش، وبين ان هو بيقول الله اكبر وسمع الله. في الحاله دي تنوي المفارقه وتتم صلاتك انت لوحدك بالنظم المعتاد، لان فقدت الايه المتابعه، تنوي المفارقه في الحال بقلبك يعني بقلبك وتتم. طيب بخلاف المقارنة في غير التحرم فإنها لا تضر، لكنها في الأفعال مكروهة مفوتة، حط خط تحت مفوتة لفضيلة الجماعة، حتة مهمة دي لا يدركها كثير من الناس، مفوتة لفضيلة الجماعة يعني التضعيف، فضيلة الجماعة يعني ايه؟ يعني التضعيف فيما قارن فيه فقط، فيما قارن فيه فقط مش كل الصلاة، في الحتة اللي قارن فيها بس لا في جميع الصلاة، حتة مهمة دي لا يعرفها كثير من الناس. وبخلاف سبطه أو تخلفه بهما بعذر فلا تبطل صلاة. طب افرض بقى سبقه في غير التحرم أو تأخر عنه بعذر، بعذر اللي فات ده بغير عذر، لكن هنا بعذر نعمل ايه؟ والعذر في السبط هو النسيان أو الجهل، جاهل الإمام فيه فمشي، فهمت ازاي؟ ده عذر برضه، أو نسي فقط، وهو النسيان أو الجهل فقط، يبقى العذر في التخلف عن أو تركه النسيان والجهل بس، مفيش غير كده. والعذر في التخلف، أيوه حصل تخصص هذه الفجأة عشان أخلص لما قامتش الإمام؟ ما هيجي لك الحتة دي، بحيث إن ما يفوتكش السجدتين تدركه قبل الانتهاء من السجدة الثانية. والأحسن إنك أنت تقنط قنوط قصير أوي بحيث تبقى معاك، تبقى وراه يعني. هيجيبها لك الدور. أو الجهل فقط والعذر في التخلف كأن يكون المأموم بطيء القراءة والإمام معتدي لها. فيتخلف المأموم حينئذ لإتمام قراءته، ثم يقع خلف إمامي على نظم صلاته، ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. وهي الركوع والسجودان، فلا يحسب منها الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين لانهما ركنان قصيران. هنا لما يبقى في عذر نقوم نخليه ما يسبقوش بثلاث اركان، لكن لما يبقى بغير عذر ركنين، واضح؟ لكن لما يبقى بعذر، والعذر الجهل او النسيان او البطء في القراءه والامام سريع في القراءه،
أنا بقرأ الفاتحة بصراحة معتاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طب أنا كده عايز أكمل الفتح. الإمام في الركوع لسه في أول الفتح، أو ما تري أسرع شوية في الفاتحة بحيث إن أنا أدرك الإمام، إن أنا أدرك وأركع قبل ما يرفع من السجدة الثانية، قبل ما يرفع إيه؟ من السجدة الثانية. واضح الحتة دي مهمة؟ لكن لو رفع من السجدة الثانية يبقى كده لو لم أنوي المفارقة بطل الصلاة. يعني افرض إن أنا لسه في الفتحة وهيرفع من السجدة الثانية، خلاص هيرفع وأنا لسه في الفتحة، أو منوي المفارقة بقلبي وأتم صلاتي، لا. لو ما نويتش أنا المفارقة وراح رافع بطل الصلاة. واضح؟ ما ينفعش أقول ولا مثلا الحتة دي مهمة. نعيد الرفعة دي بس مثلا. يعني الثلاث ركعات، ثلاث مثلا ركعات كويسين، معنى دي بس ركعه دي بس. ما هو دي عدد الامام بقى في كل ركعه. لا انا اقوم مثلا اكمل، هيجي لك بقى تشاور اللي امتى تركت تسكت. لو انا نسيت اقرا الفاتحه اصلا، يعني انا فضلت واقف والامام بيقرا الفاتحه لقيت نفسي بقرا التشهد، سرحان بقى وتعبان طول النهار ومصدع والدنيا حر بتحصل. ده الواحد يلاقي نفسه هو قاعد يقرا التشهد، وبعدين انا ما اخلص التشهد لا الامام بيقول الله اكبر خلاص اركع، والركعه دي سقطت ما تحسبهاش وما تسلمش معاه وقوم برفع وتابع الامام ده. خدت بالك؟ لانه متاخر عن الامام. هيجيب لك كل الصور دي هتيجي، عارف احنا لو نستنى هتلاقي كل الصور اللي في ذهنك هيقولها لك الشيخ البيجو. يبقى والعذر في التخلف كان يكون الماموم بطيء القراءه والامام معتدي لها، فيتخلف الماموم حينئذ لاتمام قراءته ثم يسعى خلف إمام، يعني يسرع على نظم صلاته، يعني يمشي على نظم صلاته صلاة المأموم، يعني لسه ركوع يقوم يركع، مش يثبت بقى يسيب الركوع ولا كده، لا. ادي معنى على نظم صلاته. ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وهي الركوع والسجودان، فلا يحسب منها الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين لأنهما ركنان قصيران. فإن سبق بأكثر منها بأن لم يفرغ من قراءته إلا والإمام في الرابع تبعه، في الحالة دي تبعه فيما هو فيه. يبقى في الحالة دي لو لقى بقى هيسبقه أكثر من كده قدامه حلين، يا حل ينوي المفارقة يا حل يتبعه فيما هو فيه، ويبقى يعيد الركعة دي من أولها بعد كده ما يسلمش معاه. لكن لو ما عملش الحلين دول تبطل الصلاة. قدامه حاجه من الاثنين، يسيب اللي هو فيه وينزل يتابع الامام ويبقى سقطت الركعه دي كلها ويبقى يعيدها بعد ما الامام يسلم، او ينوي المفارقه ويستمر في صلاته. واخد بالك؟ على الامام. ثم تدارك بعد سلام امامه ما فاته كالمسبوق، فان شرع الامام في الخامس قبل ان يتم الماموم قراءته بطلت صلاته، وكان يشتغل الماموم بسنه، وكأن يشتغل المأموم بسنة نظام حاجة ثانية، وكأن يشتغل المأموم بسنة كدعاء افتتاح، فلم يتم قراءته فيتخلف لإتمامها كبطيء القراءة، فيأتي فيه ما مر هذا إذا كان موافقا. خد بالك، إذا اشتغل المأموم بسنة كدعاء افتتاح وكان موافق للإمام، يعني بديل مقصد الإمام كبر تكبيرة الإحرام وأنا حاضر، كبرت تكبيرة الإحرام، قعدت أقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ودعاء الاستفتاح والاستعاذة، وأقرأ الفتحة يا دوب داخل فيها أتاري الإمام خلص الركعة، صبحنا قلنا صبحي، وإحنا لسه يا دوب داخلين في الفتحة، وإحنا الاثنين كنا مع بعض، يبقى زي الإنسان أو ما أتم قراءتي وأدركه قبل إيه؟ قبل أن يرفع، يعني اركع قبل ان يرفع من ايه؟ من السجده الثانيه، وما يسبقنيش باكثر من اربعه اركان باي حال من الاحوال، والا لو شرع في الخامس بطل الصلاه. واضح الكلام؟ يبقى زي اللي فات، ده لو احنا متفقين مع بعض. ادي حضرتك لو في نص القراءه ركعت معاك. يبقى سقط، ما كملتش الفتح. ما كملتش الفتح. يبقى هتعيد الركعه دي كلها لان سقطت منك الفتح، لان ده صلاه اللي منك تقرا من الركعه، لان لازم تقرا الفتح. كويس؟ وبيقول لك هنا ايه؟ وكأن يشتغل المأموم بسنة كدعاء افتتاح، فلم يتم قراءته فيتخلف لإتمامها كبطيء القراءة، فيأتي فيه ما مر هذا إذا كان موافقا، يعني ابتدوا مع بعض
طب افرض ان انا مسبوق، ده جيت لقيته بعد ما ارى ما كان بدا الصلاه وانا مسبوق، ورحت داخل مثلا في الركعه الثانيه الركعه الثالثه او بعد جزء كبير من القيام في الركعه الاولى بدل ما مسبوق، فقلت الله اكبر وبدات يا دوب اسرع في قراءه الفتحه لقيت ركعه، يبقى دي صوره غير الصوره الثانيه. فده هيقولها لك. اما اذا كان مسبوقا وهو من لم يدرك مع الامام زمنا يسع الفاتحه، ما ادركش مع الامام زمن يسع الفاتحه، فيسن له وهو مسبوق كده الا يشتغل بسنه بل بالفاتحه. يبقى في الحاله دي المسبوق يقول الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني حتى ما يقولش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف قد ايه يخش على الفتحه على طول، ده ابن له الا ان يظن ادراكها مع اشتغاله بالسنه. واخد بالك؟ لكن انا ظني الامام ده انا عارفه، ده الامام ده مريح كده زي حالاتنا كده بيصلي براحته بيطول، انا عارف كده نظامه كده فاهم، ما جربش حاجه. فهمتني ازاي؟ لا. فان لم يشتغل بسنه تبع الامام في الركوع. انا بقى مش مقصر، انا جيت وانا مسؤول لقيت الامام يعني واقف وقرب يركب، قلت الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الامام ركع. انا ما قصرتش تسقط عني بقيه الفتحه واركب، لان انا مش مقصر. واضح؟ ما لينا رخصه ان انا استنى ركنين. ده مكروه التاخر، اللي في الصفات دي كلها اللي احنا بنحكيها دي مكروه. فهمت ازاي؟ لكن احنا بنتكلم هنا فان لم يشتغل بسنه تبع امامه في الركوع وجوبا، لانه هنا ما قصرش يبقى واجب عليه يتبع الامام على طول، وسقط عنه ما بقي عليه من الفاتحه. واضح؟ ثاني حاجه الصوره اللي تكبر عليا ما خلص الصوره دي. فان تخلف، افرض هو وجب عليه انه يركع وتسقط عنه بقيه الفاتحه، لكن هو تخلف وقعد يقرا الفاتحه. فان تخلف لاتمام قراءته حتى رفع الامام من الركوع فاتته الركعه. يبقى في الصوره دي بقى غير الصوره اللي فاتت. خد بالك حته دقيقه. هنا بقى انا ما قصرتش، انا جيت رحت مسبوق رحت ناوي ورحت بدات في قراءه الفاتحه على طول ما اشتغلتش بسنه. الامام تراجع اسقط عني باقي الفاتحه وجوبا تبقى تعرف الناس. افرض ان انا استمريت في قراءتي حتى رفع الامام من الركوع، الركعه دي سقطت. يبقى ايه؟ اكمل صلاتي مع الامام وكان الركعه دي مش محسوبه. واكملها بعدها. خد بالك من الحته دي. طيب. ولا تبطل الصلاة إلا إذا تخلف عنه بركنين فعليين من غير عذر. طيب الصورة الثانية بقى، وإن اشتغل بسنة، أنا هنا مسبوق وبدل ما أقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا قلت الله أكبر وجهت وجهي للذي فضل وقعدت مشغول بقى بسنن. غير الثاني دخل في الفتحة على طول وبتسقط عنه بقيتها ويجب عليه متابعة الإمام وتتحسب الركعة. سهل. فإن تخلف عنه أكثر من ركنين بطل الصلاة. واضح؟ دي الصورة دي حلوة دي. الصورة الثانية، واحد ثاني راح مسبوق برضه زيه، جايين احنا الاثنين مع بعض. قال الله أكبر وقعد يقول وقعد التوجه ومشغول بالسنن. ثلاث أي وإن اشتغل بسنة يبقى وجب عليه التخلف. تخلف وقرأ بقدرها من الفاتحة وجوبا. ثم وإن اشتغل بسنة تخلف وقرأ بقدرها بقدر السنة، يقرأ بقدرها من الفتح وجوبا، يبقى يتخلف بقدر الجزء اللي ضيعه في السنة فترة زمنية اللي ضيعه في السنة، يتخلف عن إمامه في حد ركوعه وأقول بالفتحة بقدر اللي قلته من السنة. فهمت ازاي؟ الزمن يعني وجوبا. ثم ان فرغ مما عليه وادرك الركوع مع الامام ادرك الركعه، وان فرغ مما عليه والامام في الاعتدال وفقه فيه وفسدته الركعه. واضح؟ يبقى لو انا ابتديت اجيب اللي المفروض كنت اقراه بالفتحه مكان السنه فلقيت الامام قال سمع الله لمن حمده، يبقى انا افضل واقف واقول سمع الله لمن حمده وفاتتني الركعه. واضح؟ واضح الكلام؟ طيب.
لو كان المسبوق يعني يقرا بسم الله بس. اه ما يقولش اعوذ بالله لان الاستعاذه سنه. ما يشتغلش بالسنه. يعني يسكت الفاتحه. ها؟ يسكت الفاتحه. لو مثلا كان المسبوق لكي يقرا المأموم قرأ بسم الله فقط. وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فركع إمامه وجب عليه ترك الباقي ويركع مع إمامه واتحسبت ركعة وسقط عنه باقي الفاتحة لأنه لم يقصر. واضح؟ إنما الثاني الصورة الثانية إنه انشغل المسبوق هذا بالسنة فركع الإمام يقرأ من الفاتحة بقدر اللي قاله من السنة. فإن أدرك الإمام قبل الركوع أدرك معه الركعة وأدرك الركعة، فإن أدركه بعد الرفع من الركوع ظل تابع الإمام فيما هو فيه وسقطت الركعة. سهلة؟ طيب. وإن لم يفرغ مما عليه وأراد الإمام الغول للسجود. في الصورة دي بقى أنا بقرأ من الفتحة أنا مسبوق وقصرت بدأت بالسنة فلقيت الإمام ركع فقعدت أقرأ من الفتحة بقدر اللي قلته من السنة فلقيت الإمام قال سمع الله لمن حمده وقال الله أكبر وهيسجد وأنا بقرأ بقدر ما فاتني من إيه؟ أعمل إيه بقى؟ وإن لم يفرغ مما عليه وأراد الإمام الهوي للسجود تعينت نية المفارقة لأنه إن هوى الإمام للسجود ولم ينوي المفارقة بطل الصلاة وإن هوى معه بطل الصلاة أيضا. واضح؟ الحالة دي في الحالة دي يبقى أنا حنوي المفارقة واستمر بها الصلاة. واضح؟ وكأن يعلم أو يشك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة. في صورة ثانية أنا واقف مع الإمام الحمد لله شغال في الصلاة بنين مع بعض حلوين وقلنا كل حاجة وبعدين الإمام قرب يركع لكن أنا قلت وأنا قريت الفاتحة ولا بدأت بالسورة على طول؟ ده أنا بكلم نفسي جوايا أنا شكيت إن أنا قرأت الفاتحة ولا أنا دخلت بالسورة على طول وشغال فأنا شكيت هنا في قراءة الفاتحة والمسافة خلاص الإمام هيركع شفت بقى السورة الثانية سورة ثانية خد بالك أو برضه إن أنا لقيت نفسي ظبطت نفسي إن أنا مشغول بقراءة التشهد في غير موضعه وبعدين قاعد وايه بهذا المقول امين لقيت نفسي بقول انك حميد مجيد كنت بقى ايه؟ فهمت ازاي؟ فاخدت وتره على ما خلصت التشهد كله لقيت الامام قرب يركع وانا عليا فتحه اعمل ايه؟ خد بالك الصوره دي هعمل ايه؟ بيديها لك يقول لك ايه ده؟ وكان يعلم او يشك قبل ركوعه وبعد ركوع امامه انه ترك الفاتحه فيتخلف لقراءتها هنا هيعمل ايه؟ يتخلف لقراءته شك او علم علم يعني لقى نفسه فعلا ارى التشهد مكان الفتحه او شك لقى نفسه في الصوره وقال يا ترى انا ابتديت بالصوره على طول ولا في الفتحه؟ في الحالتين دول حل ايه؟ يتخلف لقراءته لقراءه الفتحه ويسعى خلفه ما لم يسبق بما تقدم في بطيء القراءه يعني الثلاث اركان ضروري واضح؟ ما كما تقدم في بطيء القراءه وإن علم بذلك أو شك فيه بعد ركوعه. طب افرض أنا الصورة بقى دي حاجة تانية. أنا وأنا بركع قلت يا ترى وأنا قريت الفتحة وأنا واقف ولا ما قريتش الفتحة؟ يبقى الأولانية شك وواقف. واضح؟ يوم يتخلف ويتجابها بحيث إن الإمام ما يسبقوش بثلاث أركان طويلة. واضح؟ طيب الصورة الثانية أنا شكيت في قراءة الفاتحة بس في أثناء الركوع وأنا راجع سبت القيام أعمل إيه؟ وإن شك فيه يعني في القراءة يعني بعد ركوعه لم يعد لقراءتها بل يتبع إمامه أو يتبع إمامه الاثنين قراءتين صحيحتين بل يتبع إمامه أو يتبع إمامه ويأتي بعده بركعة يبقى تسقط الركعة دي استمر مع الإمام استمر مع الإمام خلاص بس الركعة دي ما احسبهاش واضح؟ وبجيب ركعة سهلة؟ نقف على دي والثالث العلم من انتقالات الإمام إن شاء الله دي يوم السبت القادم بإذن الله رب العالمين ونأسف للإطالة بس الحتت دي مهمة دقيقة كثير من الناس لا يعلم
ارجو يا جماعه عندك اسبوع كامل او سبع ايام تقرا اللي احنا قريناه ده مع بعض مره او مرتين لازم عشان تثبت المعلومه في ذهنك، علشان الحاجه اللي تعرفها هيجي عليك يوم من الايام هتقعد تقراها على الناس تعلمها. انت مش جاي تتعلمها لنفسك، انت بتتعلمها عشان تعلمها للناس بعد كده زي ما تعلمتها لنفسك، لان ديننا قائم على التبليغ، مش ان انا اتعلم لنفسي وانجو وخلاص، لا. يبقى انت لازم تقرا الكلام اللي بتسمعه من الشيخ مره واثنين في خلال الاسبوع ده، تبقى باستمرار كده ايه ذهنك حاضر. الله تعالى اعلى واعلى. سبحان الله اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ان اللهم لا تحرمها على النبي والذين امروا عليهم وسلم تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك ومنادك.